رسالة لأخونا عمر كمال. السلام عليكم، إزيك يا عمر أو إزيك يا أستاذ عمر زي ما تحب تسمعها يعني. والله العظيم كل همي في الفيديو ده إن ربنا سبحانه وتعالى يلين قلبك كده ويشرح صدرك ويحببك في الكلام اللي أنا هقوله، عشان والله العظيم كل همي في الفيديو ده الخير ليك وربنا سبحانه وتعالى هو اللي يعلم. وبتمنى إن ربنا سبحانه وتعالى يوصلك الفيديو ده في أقرب وقت، علشان والله أقسم بالله أنا خايف عليك في حاجة كده. طيب إشمعنا عمر كمال؟ بجد إشمعنا عمر كمال؟ إشمعنا عمر كمال اللي كل فترة كده تلاقي داعية أو يوتيوبر أو وحد بيقدم محتوى على السوشيال ميديا يقدم له رساله ويقول له حاجه معانا عايز اوصلها له؟ اللي انا متاكد منه انه والله اكيد علشان في جواك خير، في جواك حاجه ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليها، حاجه كويسه ربنا سبحانه وتعالى بيبعت لك رسائل كتير علشان ينبهك ليها قبل ما تدخل في الغويط، او علشان والدتك امك الست الطيبة المتدينة المنتقبة اللي أكيد ليل نهار بتبت تدعيلك وبتصحى تدعيلك إن ربنا سبحانه وتعالى يصلح حالك. ممكن أنت تسمعها وتقول لك ربنا يصلح حالك يا عمر يا ابني، بس بتفتكرها إن هي ربنا يوفقك يعني وكده. لا والله لو سألتها بينك وبينها تقول لك أنا نفسي تبطل حاجات كتير قوي بتعملها، أو علشان والدك الرجل الطيب المتدين اللي كان ماسك مسجد من مساجد ربنا سبحانه وتعالى وأنت اللي قلت كده، أو علشان حتة كده جميلة جواك أنت ممكن تبقى وأنت قاعد مع نفسك واخد بالك منها، لما المذيع سألك قال لك تحب تموت وتدخل قبرك وانت مغني؟ قلت له لا. الكلمه دي محدش يقدر يقولها الا حد جواه حاجه كويسه نفسه ربنا سبحانه وتعالى يقويه ويعينه عليها. بالله عليك كمل الفيديو وانتوا بالله عليك وشيروا ومنشنوا على قد ما تقدروا عشان ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدره ويشرح قلبه للكلام ده. يا عمر يا اخويا والله شغلتك دي ما ترضيش ربنا سبحانه وتعالى. بالله عليك يا اخي لو شفت حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه تقدر تقول له يا رسول الله بغني وعملت حفله على الارض، ارضك بلدك اللي انت ياما اتأذيت علشان الدين ده يوصل لي ويوصل للمسلمين، عملت حفلة وجمعت مسلمين كتير جدا على أرضك علشان يسمعوني بدل ما يتجمعوا على حد بيتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى وعن الرسول عشان أنصرك يا رسول الله، تقدر تقول له تقدر تقول يا رسول الله أنا كنت بغني وعملت حفلة على أرضك يا رسول الله جنب بيتك في المكان اللي انت ياما رجلك لمسته؟ لو شفت النبي في الدنيا تفتكر ان انت وانت على حالك ده دلوقتي هتبقى من المقربين ليه؟ يعني هيقربك ليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا عمر يا اخويا والله العظيم ما كل نجاح ربنا سبحانه وتعالى بيبقى راضي عنه. شغلتك حرام والفلوس اللي جايه منها حرام، ومش معنى ان انت بتنجح فيها واحده واحده ان ده رضا من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا النجاح في مجال بعيد عن رضا ربنا سبحانه وتعالى ده ما اسموش نجاح، وده مش دليل على رضا ربنا وحبه للعبد، ده بيبقى اسمه استدراج. يعني ايه استدراج يا عمر؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما بيلاقي عبد مصر ان هو يضل نفسه ويضل عباد ربنا المسلمين ربنا سبحانه وتعالى بيسيبه لنفسه. وانا والله ما عايزك توصل للمرحلة دي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه الكريم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم، يا رب يعني لا لما فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم، فتحنا عليهم فرحنا بقى ان يا ربنا نجحنا والهدايا بقت تنهال علينا من اليمين ومن الشمال اخذناهم بغتة، عشان تعرف ان هي مش عملية رضا من ربنا وحب من ربنا وربنا استجاب لي، لا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم. عشان كده يا اخويا والله ما اسمهاش انا تعبت فربنا كرمني، اسمها انا اصريت على الطريق البعيد عن ربنا فربنا سبحانه وتعالى سابني. لما ربنا سبحانه وتعالى لقاني بعافر علشان المعصيه وعمال احاول مره والتانيه وهو سبحانه وتعالى يبعت لي رسائل زي ما في بدايه وفاه ابوك الله يرحمه لما اخذت ورثه، وانت اللي قلت اخذت ورثه وقررت تعمل بيه اغنيه سنجل او البوم مش متذكر، والاغنيه خسرت او الالبوم خسر ما نجحش، دي كانت رساله من ربنا ليك والله يا اخويا ان ربنا سبحانه وتعالى مش عايزك تحط رجلك في الطريق ده، بس انت اللي اصريت وعافرت ومره في الثانيه، وده والله ما اسمه انا دعيت ربنا باللي انا فيه وربنا سبحانه وتعالى اداني ومن وسع. على فكره ابليس دعا ربنا وربنا استجاب له، ابليس دعا ربنا وربنا استجاب له. ما بشبهكش بحد بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، واللي حاملني على ان انا اوصل لك الكلمتين دول ان انا نفسي ربنا سبحانه وتعالى يهديك والله، بس بحاول اوضح لك الصوره كامله. ابليس دعا ربنا سبحانه وتعالى، ربنا بيقولها لنا في القران عشان نفهم، عشان ما يجيش مغني ولا ما يجيش حد بعيد عن ربنا نهائي يقول يا رب كرمني بالطريق، يا رب انا عايز ابقى انجح مغني في العالم، يا رب انا نفسي اغني قدام جمهور قد اللي انا شايفه وانا بحج، ده الكلام ده ذنب عظيم، ذنب عظيم جدا. ابليس دعا ربنا قال قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين. ربنا سبحانه وتعالى جاب لنا صورتين، ابليس حتى ما الحش الدعاء قال قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين. دعا ربنا في ثانيه وربنا استجاب له في نفس الثانيه، مش معناها ان هو عزيز على ربنا سبحانه وتعالى ولا ان ربنا بيحبه ولا ان ربنا راضي عليه ولا ان ربنا راضي على الدعوه اللي هو دعاها، مع
معناها ان انت هين عليا، انت مش عزيز عندي. ومن سوء الادب مع ربنا سبحانه وتعالى، ومن سوء الادب مع مناسك ربنا وعباداته، ان انا وانا رايح حفله اقعد ادعي يا رب اكرمني فيها، يا رب ابقى انجح، ويا رب يحضر لي مسلمين، بدل ما تدعي تقول يا رب اهدي المسلمين، يا رب خليني سبب في دخولهم الجنه، تقول يا رب يقف قدامي جمهور، اكبر جمهور وقف في القاره كلها. ومن سوء الادب مع العبادات اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعها لنا من فوق سبع سماوات، ان انا اقف اعتمر او احج قدام بيت ربنا الحرام وافتح ايديا اقول يا رب فلان يرجع يغني تاني، يا رب ابقى اشهر مغني، يا رب افتحها عليا. ده سوء ادب مع ربنا سبحانه وتعالى. ولو ربنا استجاب لك مش معناه انه راضي عنك. ربنا سبحانه وتعالى بيعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضه. ومن عدل ربنا سبحانه وتعالى لما بيلاقي حد ممكن ما يبقاش ليه نصيب في الاخره يزودها عليه في الدنيا، عشان ده من عدل ربنا سبحانه وتعالى. زي ما بيعامل الكفار ربنا ينظر للكافر، تملكش عندي حاجه في يوم القيامه ولا في الجنه ولا في الاخره، فخد نصيبك من الدنيا بس علشان انت في الاخر عبد من عبادي وانا ما بظلمش حد. بالله عليك يا عمر، استحلفك بالله، لما الفيديو ده يوصلك اقعد مع نفسك لوحدك واقفل عليك اوضتك وفكر بقلبك، فكر بقلبك مش بعقلك، فكر باللي عند ربنا مش باللي عندك دلوقتي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث نبيك اللي بعث عشانك واللي اتأذى علشانك لحد اخر لحظه بينصحني وبينصحك، وركز واقعد مع نفسك وفكر بقلبك. النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بانعم اهل الارض وهو من اهل النار. يعني ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه يجيب واحد من اللي داخلين النار، بس من اللي كانوا اغنياء قوي قوي، من انعم اهل الارض، اغنى حد ممكن تتخيله، بس لو من اهل النار، عشان ممكن يبقى غني هو من اهل الجنه، عشان الفكره مش في الفلوس ولا معايا كام، الفكره اللي جالي ده في رضا ربنا سبحانه وتعالى ولا في معصيته وفي حاجه ما بيرضاهاش. يؤتى بانعم اهل الارض وهو من اهل النار فيصبغ صبغه في النار، صبغه واحده بس، غمسه كده، يلمس النار ويطلع. فالله عز وجل يقول له يا عبدي هل رايت نعيما قط، انت شفت في الدنيا نعيما قط؟ يقول له لا والله يا رب. يا عبدي هل رايت خيرا قط؟ يقول له لا والله يا رب. يعني العربيات والشهره والفلل والسفر هنا وهناك، ومره اكس 6 ومره بنتلي ومره، ربنا يزيدك من نعيمه في الحلال، والله ما احب لك الا كل الخير. والله عبدي هل رايت نعيما قط؟ يقول له لا والله يا رب. اقعد مع نفسك وفكر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للناس اللي نفسهم يجمعوا بين الدين والدنيا، اللي نفسه يبقى غني، يقول له من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. عند ربنا في غنى، وعند ربنا في فلوس، وعند ربنا في عربيات بنتلي، وعند ربنا في عربيات اكس 6، بس في الحلال، في اللي يرضيه ربنا سبحانه وتعالى. وإياك تظن ان انت لما تقرب من ربنا سبحانه وتعالى وتترك الطرف اللي انت فيه والغنى اللي انت فيه في معصية ربنا سبحانه وتعالى، إياك ان تظن ان ربنا سبحانه وتعالى هيضيعك. ربنا سبحانه وتعالى بيبعت لك رسائل على لساني وعلى لسان غيري، يعتبر انت الوحيد اللي بيحصل معاك كده. الكلام ده لازم يخليك تقعد وتفكر يا ربي اشمعنى انا اللي الناس عماله تقول لي كده؟ الشهره دي مش رضا من ربنا سبحانه وتعالى عليك، الشهره دي بلاء، والفلوس اللي جايه منها دي مش رزق ربنا عليك، ومش رزق ربنا بيبارك لك فيه، ومش رزق ربنا بيبعته لك عشان انت دعيته. الفلوس دي فلوس حرام. دعائك ربنا في العمره ده مش ثقه في ربنا سبحانه وتعالى، ده سوء ادب مع ربنا ان انا اقف قدام بيته الحرام وادعيه بمعصيه. انت شاب طيب يا استاذ عمر، ويعني احس والله اعلم ان فيك وازع ديني، والرسائل اللي عملت تبعت لك دي اكيد ليها مغزى، واكيد ربنا سبحانه وتعالى يريدها. اعمل حاجه كويسه لست والدتك، يعني اعظم حاجه تعملها لها ان انت ما تخليهاش واقفه قدام ربنا سبحانه وتعالى تتحاسب عنك. ربنا سبحانه وتعالى قال لها ليه سبتي ابنك؟ انا قلت لكم بعت لكم على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم ان كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ليه سبتي ابنك يمشي في الطريق ده؟ ابوك الله يرحمه ويرفع درجاته في الجنه ممكن يبقى لحد دلوقتي بيتحاسب عنك ان ابنه يعني في مكان ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى، ممكن يبقى لحد اللحظه تحسب عنك. يعني اعمل حاجه كويسه ليهم تفرحهم بيها، تفرح بيها والدتك في الدنيا، وترفع عن ابوك وعن والدتك سؤال في الاخر. وصلوا الفيديو ده لعمر يا جماعه. واخر حاجه عايز اقولها، ربنا يا رب يبعد عنك اي شر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القران ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ايه علاقه الايه دي؟ ان انا لما اجمع ناس 200,000 150,000 علشان يقفوا يسمعوني، وانت عارف ايه اللي بيحصل في الحفلات، وايه شرب الخمور وشرب المخدرات والعلاقات يعني مش مظبوطه جنسيا، انت بتتحاسب على كل ده. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات لما طلع عليهم بعربيه معديه ملايين وابتدوا ينقموا على حياتهم، وقد ايه ان الطريق ده فيه رزق، وان هم شايفين كده يعني، وان الطريق ده احنا تعبانين فيه، ابتديت تخلي الناس تشك في ربنا سبحانه وتعالى وفي عدله وفي رزقه لعباده. ربنا سبحانه وتعالى بيقول عن قارون، قارون ده كان واحد من الاغنياء، اكيد انت عارف من اغنياء جدا، ولما خرج على قومه في زينته الكاملة، ربنا بيقول فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. الناس اللي عايزين الدنيا قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، يا ريت يبقى عندي
زي اللي عنده، انه لذو حظ عظيم. يعني ده يا عم ده لعبت معايا، طب ما اعمل زيه. بص بقى حصل ليه ايه لما خرج، شكك الناس في رزق ربنا سبحانه وتعالى وخلاهم ينقموا على حياتهم، فخسفنا به وبداره الارض. ليه يا رب؟ ده خرج على قومه في زنته، علشان لبس عليهم حياتهم وخلاهم يشكوا في رزق ربنا سبحانه وتعالى ليهم وخلاهم ينقموا على حياتهم. اول لما خرج عليهم قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون، احنا نفسنا نبقى زيه. المتدينين واللي فاهمين ربنا سبحانه وتعالى قالوا لهم وإليكم ثواب الله خير. انتوا بتقولوا كده ليه؟ اللي عند ربنا افضل من اللي انتوا متخيلين. ولما ربنا لقى ان بسبب قارون حصل الموقف ده فخسفنا به وبداره الارض، فانا مش عايزك توصل لمرحله انت ما تحبهاش. طيب تعيش منين؟ والناس اللي انت عمال كل ما حد يكلمك او يكلم حد غيرك تقول له انا ورايا حوالي 50 واحد ولا 100 واحد فاتحين بيوتهم بسببي. يا عم حلو، بفلوس حلال افتح مشروع كبير وشغل معاك الناس دي. الموضوع سهل، زي ما تجمعوا معاك في حاجه لا ترضي الله جمعوا معاك في حاجه ترضي ربنا سبحانه وتعالى. اللهم اهدي عبدك عمر كمال، اللهم اهدي عبدك عمر كمال، اللهم اهديه هو وكل من على طريقه يا رب العالمين، اللهم اهديه ورقق قلبه يا رب العالمين، اللهم اهديه وكل من على شاكلته، اللهم اصلح قلبه، اللهم رقق قلبه، اللهم يسر له الطريق الحلال، اللهم اجعله يرى الباطل باطلا، اللهم اكتب له عمرة قادمة تائبا لك فيها، ساجدا لك فيها، باكيا على ما فات. اللهم يا رب العالمين كل من رآه وهو يهدى بهذه السيارة لا يفتن ولا يشك في رزقك يا رب العالمين، ولا يتمنى ما فيه عمر وغيره. اللهم باعد بيننا وبين كل شيء يعصيك، اللهم قربنا لكل شيء يرضيك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.